مرحبا، ويلكم باك تو ماي شانل بفيديو جديد. هلو بيوتيز، هلو كيوتيز، شو الاخبار وكيف الصحه وكيف الحال؟ طمنوني عليكم، يا رب تكونوا باحسن الاحوال. وهاللوز وهالكوكو وهالفاكهه جميعا. فيديو اليوم هو الفيديو الشهري على الميك اب تيوبس، ولا البدائل لاكريسا لميك اب هاي اند ولا لاكشري، ولا ببساطه غالي. انا عملت بلاي ليست جمعت فيها كل الفيديوهات السابقه، تقريبا عملت هلا شي 3 ولا 4 فيديوهات، هني 3 هكذا هو الرابع. وطبعا فيديوهات شوي قديمه، وقررت انه اعتمد هذا الفيديو مره كل شهر، مش بالضروري انه المنتجات انا حبيتها او ما حبيتها، لانه راح تلاقوا الاثنين، وانما المغزى او الهدف من هذا الفيديو انه راح تلاقوا البديل الارخص لشيء يمكن انتم بتحبوه، اجين مش بالضروري انه انا حبه. هيدي البلاي ليست او القائمه راح تلاقوها عندي بالقناه، مش بس ليكم انتو، لإلي انا كمان، لحتى ما كرر منتجات او ميك اب او سكين كير او اي منتج مرتين فرح ارجع ليها، بتكون مرجعيتي لإلي انا كمان. Let's start the video باول منتج. أناستازيا بيفرلي هيلز لومينس فونديشن، فيه 5 أنواع، للفير لللايت للميديوم للتان وللديب. هدول أنواع ولا التصنيف تبع ألوان البشرة، يعني الفاتح جدا، الفاتح، الميديوم اللي شوي غامق، والأغمق. فيها 50 لون، مقاومة للماء، فيجن. الفينش تبعها يعني لما بنفردها كيف بيكون شكلها، اذا مات، اذا ساتن، اذا فيها لمعه، اذا مطفيه، الى اخره. هيدي بالتحديد لومينس وناتشرال، يعني فيها نضاره بس طبيعيه. الكفرج تبعها ميديوم، لونج وير يعني بتضاين طول الوقت، ويتلس يعني خفيفه، ما بتعمل فلاش باك لما بنتصور، ما بتعمل اوكسيديشن يعني ما بيتغير لونها او بتتاكسد، ما بتحتاج الى باودر للتثبيت. لجميع انواع البشره، كمان للسنسيتيف سكين، ما فيها جلوتين ولا بارابينز ولا الكحول ولا تالك ولا زيوت معدنيه ولا زيوت. زائد احلى شيء فيها انه بتيجي ببامب، منكم مضطرين انكم تشتروا البامب لوحدها، والسعر تبعها 38 دولار. المقابل لها رخيص هو ولا هي الفونديشن من عند لوريال، بالتحديد ترو ماتش سوبر بلندبل فونديشن، سعرها 10.99 دولار، بتيجي فيها 45 لون، يعني 5 الوان اقل من الاناستازيا بيفرلي هيلز. الفورمولا تبعها سوبر هايدريتن يعني مرطبه، ميديوم كفرج، ناتشورال فينيش يعني شكلها بالاخر بيكون طبيعي. اللي زايد فيها انه فيها، اللي زايد فيها انه فيها برو فيتامين بي 5 زائد الفيتامين اي، من غير زيت، من غير ريحه او زيوت عطريه، وما بتقفل المسامات. المنتج التالي، انا عند كل فيديو نسيت اقول انه بحكي عن 10 منتجات، فهذا المنتج رقم 2 بالتحديد من فنتي بيوتي، واللي هو ذا برو فلتر سوفت مات فونديشن. للاسف انا هيدي الفونديشن جربتها وما زبطت على وشي لا بالحلال ولا بالحرام، وما لقيت حتى انه الشيد تزبط معي وشوي اكسدت على وشي. فيها 50 شيد يعني 50 لون، لونج وير طويلة الأمد يعني بتضلها بالوش لمدة طويلة، medium to full coverage buildable معناته أنه التغطية تبعها من متوسطة إلى كاملة، طبعا فينا نبنيها. الفينش تبعها اللي حكينا عليه من قبل شوي soft mat، يعني فيها هيدا المات اللي بيكون كتير كتير مطفي، بس soft mat بيكون مات ما فيه لمعة، بس بذات الوقت هيك ناعوم. sweat humidity resistant يعني عندها مقاومة للتعرق ولا دايما بنسى الهيوميديتي يعني الرطوبة. بالمقابل تبعها قبل ما نروح، 36 دولار هو السعر. بالمقابل تبعها ال HD Liquid Coverage Foundation من عند كاتريس، سعرها 11 دولار، عندهم 17 لون، تغطية كاملة، Mattifying Formula يعني الوش ما بيكون فيه لمعة أو مزيت، بتضاين 24 ساعة. أنا عاملة فول ريفيو على هيدي الفونديشن، معمولة من غير الكحول، من غير زيوت، من غير بارابينز، ومن غير بيرفيوم، لونج لاستين، طويلة جدا، الترا لايت الويت تبعها يعني خفيفة جدا جدا جدا. المنتج
منتج رقم 3 من عند أناستازيا بيفرلي هيلز، هني آي شادو باليت، مش هني هي وحدة بالتحديد السوفت جلام 2. في الأولانية الكبيرة، الصغار مسمين هون يعني على اسم الكبيرة، بس رقم 2 فيها 8 آي شادوز، السعر تبعها $29. إذا بدكم ريفيو على الكبيرة فرح تلاقوه بالقناة بتقريب 3 سنين. البديل الأرخص لإلها الباليت من عند ويت ان وايلد، اسمها ماي جلامر سكواد، فيها 10 بان، ولا اتس 10 بان باليتس، يعني 10 بانز، والسعر تبعها $5.99. انا تقريبا اي ثينك عامله كمان ريفيو على هيدي الباليت وباليت ثانيه من نفس البراند. النكست وان رقم 4 من عند كمان فانتي بيوتي، بالتحديد تايب 7 كاديت الاي شادو باليت، فيها 6 الوان. ان شاء الله رح اعملكم كل الباليتات يلي عندهم، بتصور عندهم شي 4 ولا 5. السعر تبعها $25، المقابل رخيص لإلها من عند الف، واسمها الباليت ترافلز، وفيها 4 الوان $3 مثل اللي جبتهم مؤخرا، وكتير متحمسة لأستعملهم لأنهم رخاص. النكست كمان ملزقين بالفانتي بيوتي، بس بالتحديد التشيكس اوت فري ستايل كريم برونزر. انا عملت البلاش وعملت كذا منتج بالفيديوهات السابقه، هيدي الماركة للبرونزر عفوا عندهم 7 الوان، فضروري ما رح تلاقوا الشيد يلي رح تلاقيكم. سعره $32، بالمقابل تبعه نفس اخته السابقة، نفس المنتجات ولا المنتج السابق، كمان من عند الف، وبالتحديد اسمه باتي برونزر، وسعره $6. المنتج التالي حبيب قلبي وحكيت ليش مليون مرة من براند انا بيناتنا بحبها لانه فريحية كمحل وكتعليب وكمنتجات، مع انه كنت شوي شرشحت للسكين كاريك بس شوي كتير صغيرة، بس بالتحديد هيدا المنتج عشقي الابدي والازلي من اللاين، اسمها The Pillow Talk اللي هو بالتحديد الحمراء، سعره $34، وبعدني متذكرة انه شكيته لما كانت بموناكو. المهم البديل الارخص لإله من عند كيكو ميلانو، بالتحديد يونيفرسال نيود، وسعره $12.99. كمان كيكو عندهم اشياء كتير حلوة، وانا مبسوطة بالميك اب اللي اشتريته مؤخرا لانه عم استعمله تقريبا كل يوم. المنتج التالي هي ولا هو منتج انا حكيت عليه من قبل، بس رح اعطيكم بديل تاني لإله، بالتحديد من تو فيس ذا دام جيرل ماسكارا، وسعرها $26. البديل التاني لإلها من عند الف، واسمها بيك مود، وسعرها $7. المنتج التالي حمراء من عند هودا بيوتي، واسمها اموري، كتير 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 أوس لينفيني، الحمرات عند البراند رهيبين وطرت فيهم طيران صراحة. الخمسية اللي عندي يعني اشتريتهم مؤخرا كلياتهم عجبوني من غير اكسبشن، الخامي تبعهم الريحة التكستشر الفورمولا واو واو اند واو، سعرهم $25. البديل الأرخص لإلهم من عند كمان كيكو، وبالتحديد درجة اسمها شوكلت $6. وبرجع نوه على المعلومة اللي دايما بقولها، مش بالضرورة انه يكون المنتج دوبليكيت نسخة طبق الاصل، وانما البديل الارخص. النكست برودكت من عند باتريك تا، اسمها ميجر جلو ستين فان، سعرها $26، ما حدا يرشقني بالطوب. البديل الارخص لإلها من عند ميك اب ريفولوشن، كمان اسمها جلو فان. انا بيناتنا وبين قوسين وذكرت هيدا الشيء شي مرتين او 3 مرات، ليه حاسة انه الميك اب ريفولوشن مش احساس هو وفن عم بشوف يعني بعيوني، عم تعمل دوبليكيشن لمنتجات من براندات غالية ماشي، دوبليكيشن تبعها كمان بتاخد نفس الاسم، يعني ما عم بيعملوا حتى مجهود انه غيروا الاسم شوية صغيرة. السعر $9.6. انا بيناتنا بروح على الدولار تري وجيب هيدي المروحة $1 او بغير بلدان، لانه باغلبية البلدان موجودين المراوح يلي كتير كتير خاص، ورح يعملوا نفس الشغلة بالملي، وما رح ندفع $26. ولا انتو شو رأيكم؟
عاشر واخر منتج مثل ما عملت الفيديو يلي فات ووعدت انه ان شاء الله رح بلش اعمل على قد ما اقدر دوبليكيت لا بيرفيومز. البيرفيوم يلي معانا اليوم من عند الايف سان لوران بالتحديد ذا بلاك اوبيوم. هيدا البيرفيوم من اعز البيرفيومز الى قلبي، كنت حكيت عليه في مرة من المرات خصوصا انه تبع الماما يعني دائما بتستعمله. بدي لكم المين اكوردز يعني النوتس يلي موجودين فيه، فيه فانيلا، فيه كافي يعني قهوة، سويت يعني مسكر، وورم وسوفت سبايسي، وودي يعني العود، باودري يعني هيدي ريحة الباودر ما بعرف كيف راح وصفها، بلزاميك، وايت فلورال يعني هيدول الورود البيضة. سعر البرفيوم 128 دولار. البديل الأرخص لإله من عند زارا وبالتحديد زارا جوردينيا، سعرها 19.9 دولار. فتت أنا على الويب سايت تبع زارا لحتى طلع على قد ما أقدر التفاصيل تبع النوت، وإنما منازلين بس ثلاثة كتير يعني بيشبهوا البرفيوم من عند إيف سان لوران، شميتهم اثنيناتهم وكتير قراب. النوتس هني الفانيلا، القهوة، الكافي والأورنج بلاسم، هيدول ثلاثة نوتس ولا الميجر نوتس من عند زارا وبالتحديد البرفيوم غاردينيا. هيدول هني كل المنتجات العشرة تبع فيديو اليوم. بدكم تنتظروا ان شاء الله الشهر الجاي لأعمل لكم 10 منتجات جديدة. إذا فراسكم أي منتج بدكم البديل له بليز اكتبوا لي تحت بالتعليقات، ويا رب يكون عجبكم هيدا الفيديو. إذا عجبكم ما تنسوا تضغطوا لايك، تشتركوا بالقناة. بشوفكم فيديو جديد و thanks a bazillion for watching. باي باي.